احنا كنا اطلقنا في السابق في 27 ابريل خدمه الكترونيه فيما يخص التبليغ عن الوضع الصعب للشخص المسن، وعلى هذا الاساس راهي جاريه دراسه توسيعها للعائلات في وضع صعب من اجل ان تكون قاعده بيانات لقطاع التضامن بالتنسيق مع قطاعات اخرى من اجل ضبط العوائل المعوزة، وكذلك من أجل طبعا الاطلاع أو التحقيق الاجتماعي في الوضع نتاعهم، لأنه تعرف أن التحقيق الاجتماعي في وضع العائلة المعوزة من اختصاص القطاع حتى تكون عندنا قاعدة بيانات مشتركة مع جميع القطاعات.